إذن أبنائي الأعزاء إلى الوفود التي وصلت التو يعدوا مليح إلى المؤطرين والمؤطرات الزملاء والزميلات في قطاع الشباب الرياضة والحركة الجمعوية الشريكة القطاع الجلوس في المدرجات حتى يتمكن أو تتمكن الوفود القادمة والتي تتوافد تباعا من إيجاد مكانها حتى لا يتعب أبناءنا التلاميذ وتكون لهم فرصة للمشاركة والتنفيذ في هذا البرنامج الثري والمتنوع في مناسبة تظاهرة اليوم الولائي للهواء الطلق مقرى 2024. الرجاء من المؤطرين والمؤطرات الزملاء والزميلات أخذ الأماكن لكل الأطفال سواء ذكورنا أو إناثا لإتاحة الفرصة للراحة قبيلة الانطلاق في برنامج هذا اليوم. الوفود تزالت تتوافد من كل بلديات الولاية من حدا الضرعة إلى السيدة إلى عين الجل إلى سيدة عيسى إلى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب بتلاميذنا الأعزاء من كامل تراب الولاية شباربين بلدية وأشكر السادة الحضور الذين شرفونا في هذا اليوم الجميل يوم الربيع الجميل وتنفيذا لتعليمات السيد والي الولاية أعلن بشكل رسمي افتتاح هذا اليوم وبدايته يوم الهواء الطلق على مستوى حديقة وبالتعاون مع الحاج فرحات باي على مستوى الحديقة بطبيعة الحال. أرحب بالجميع وأتمنى لكم إقامة طيبة إن شاء الله تعالى بيننا وفي وطنكم الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. في هذا اليوم البهيج أحضر فرحة أطفالنا وتطبيقا لبرنامج وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق بالجانب الترفيهي ومن جانب الحياة. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للسيد مسؤول حديقة باي على حسن الاستقبال. ونحن كقطاع الشباب والرياضة بعد نجاح العملية السنة الفارطة هنا بهذه الحديقة قررنا أن نعيد نفس العملية بنفس المكان. السيد الأمين العام للدائرة السيد رفيق الشعب البلدي السيد رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيا بالمجلس الشعبي رئيس الجمال السيد المدرس الأمني بقية الإدارات عذرا السيد وفد الشباب عذرا السيد رئيس مصلحة الشباب بمجلس الشعب الرياضة الجمعية شركة القطاع مدراء المؤسسة الشبانية السلام عليكم. سعداء بوجودنا نتمنى بكل قلوبنا فرحة لأطفالنا والنجاح للعملية والسير رسم الشعب البلدي كما يقال الزهر في المزهر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أصالة عن نفسي ونيابة ساكنة مقرى المذيافة نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع من كل ربوع الولاية الحبيبة تمثيلا تونس بجميع بلدياتها. كما أتمنى لك قضاء أوقات طيبة وممتعة في فضاء حديقة حضرة باي وفقكم الله وسدد خطاكم. Thank you.
فاشيني ما حبش تلعبوا فاشيني شو برا الدعوة لحد الآن؟ صحة يعطيك الصحة. لذلك برا الدعوة كذا الأمور على أحسن حال. الأطفال فرحانين هذه أهم حاجة. فرحة الأطفال هي أهم حاجة. وحول وراك يشرف. أروح منين نتوما منين نتا والله منين من مسيره ها لا لا منين حي تاعك وين مدرسه جيت الله يبارك وانت ما من جيت
منين انت؟ منين؟ واش عجبك الحال اليوم؟ مع من جيت؟ جيت مع الله الشرفة الإسلامية. الزيتون الشرفة الإسلامية. زيتون صحيح. وانت منين جيتي؟ الرياضي الشهيد العيفة محمد أولاد الراج. الله يبارك. وهذو التلاميذ وش من مدرسة؟ هذه متوسطة وكاين اللي فيهم مدرسة. الله يبارك. هاي الشبوري يا عصام. عجبك الحال ولا؟ ايه. يا عودوها عودوها. شنو انتم خرمة جمعية؟ جمعية نشاطات الأمن الشبانية. ها؟ بلدية خرمام. بلدية عين خرمام. الله ما شاء الله. هاكا. هاي جوا. حديقة التسلية من مدرسة بلاطاج 5 بلدية المعاضد. الله يبارك، جايين في إطار هذا اليوم. أيوا. الله يبارك، وليداتكم دوك راهم يتزهاو لهنا. إن شاء الله. ما شاء الله. وهم فرحون بهذا الجو. يعطيكم الصحة.
هيا ليكي هيا صحيت حسوس حسوس شوف هم عندي هم عندي روح ابو محمد راني يجيبك روح اول محمد خلاص شكرا هيا صح اروح عيد اروح بتاعك هذا ما تقوليش ما نبكتك هيا بكتك وريح انا برك قليل كنا في الحملة الوطنية اللي انطلقت فعاليتها من بلدية عين الخضراء بإشراف يعني هي حملة وطنية أسهر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإشراف السيد الوالي الولاية نجم الدين طيار وتحت إشراف السيد رئيس دائرة مقرة. كانت الانطلاقة من بلدية عين الخضراء تحت إشراف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الخضراء الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية. ونغتنم الفرصة نقولوا أن كنا مشاركين في انطلاق هذه وذهبنا الى بعض المسارح على مستوى دائرة مقرة لنقوم بعملية تحسيس على مستوى كل مناطقنا لان هذه الحملة تهمنا جدا 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 وهي حملة وطنية. لو يعني نتمنى ان كل الفعاليات المجتمع المدني كل الهيئات الرسمية كل الشركاء كل المؤسسات انهم يجندوا فيها يعني يكونوا مساهمين فيها لانها تحمي مناطقنا تحمي من كل الكوارث الطبيعية اللي يعني ان شاء الله ما تحدث. احنا كممثلي المجتمع المدني رانا حاضرين معاهم ونكملوا هذه الحملة وبارك الله فيك على السيد. صحيتو صحيتو لموا الكناسة هذيك ما يقولوش مخمم الكناسة شنو صحيت صحيت هاي ركتو الكنسة كانت